السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تحيه شباب واخوات سوين، عساك طيب. معك محمد وانا من قناه كلان، واليوم معي ليدر كلان تيم تولد مدريد الجد. يلا حيه. الله يحييك ويبقيك. اخبارك تسوي؟ والله الحمد لله. اخبارك؟ والله طيب الحمد لله. طبعا انا والليدر جايين في مقطع نتكلم عن الاشياء اللي في القناه والاشياء اللي يكتبوا الناس اللي يكتبون في الكومنتات تحت واشياء. خلي المايك المدريدي عشان اوضح لكم وارجع لكم بعدين. لحظه مو متروح. يا تكرافي رمي. الله تكلم عن اول شيء عن الموب او السلسله هذه حقت الموبات الحين منزلينها. واللي يجيك يقول لك كلاننا مو حق سيلز. كلاننا اكثر كلاننا مو حق سيلز. كلاننا مو حق كلاننا مو حق دمنيشن. كلاننا ما في احد. مش رد انت ترد لي. انا والله ما ادري شرد. تعبت والله ما ادري ايش اقول له. يعني هذه السلسلة من أول ما فتحنا القناة تقريباً وحنا نتكلمنا فيها، قلنا السلسلة هذه بتكون سلسلة الموابات على كلانات أو على ناس معروفة يعني كومنتيتر أو بخصوص بالضبط المواب اللي نزل الأخير هذا حق نزلنا على هي. كل ما دخلت دوبي كل ما دخلت دوبي شافني خلك الهطف وشوفت فيه. والله ما ادري، والله ما قلت له شيء ولا غلطت عليه ولا يعني. حتى قبل ما ننزل المقطع هذا قلنا يعني في المقطع وضحنا، قلنا ما احنا بنهايط على كلان ولا شيء. ما نبغى نهايط على كلان او ما نبغى نسوي مشاكل. بيجيك واحد يرد في القناه انا اتحداكم ديمو يا الزرايق اسمح لي تدخل ضدي وما ادري ايش. والله ما ادري ايش ترد عليهم. عموما يعني عطهم على جوهم. المواب هذا اللي تشوفونه هذا المواب الأخوي البطل مع يدي طويل البطل على واحد من أعضاء كلان زعيم. دبل مواب طبعا. دبل مواب طبعا. ما قصر أخوي البطل. هذا بخصوص الجيم، بخصوص اللي يتكلمون اللي يزعجونه. والله ما أدري متى يخلصون. شيء ثاني، السلسلة اللي بتكون يعني بنسوي شيء جديد في القناة اللي هو بنجمع أعضاء الكلان. طبعا في شيء غير كود ثمانية يعني باتلفيلد جراند. ايه باتلفيلد جراند كود كود جوست وقت الكلان يلفل يعني بيكون مباشر. هو زومبي. ايه زومبي يعني هو الزبدة بيكون مباشر. بيكون مباشر هذا اللي بوضح عنه. بيكون تصوير مباشر سواء في شريط يعني تقريبا كود 9 كود 10 باتلفيلد اي شيء او جراند يعني هذا فيفا. بس يعني هذا اللي من الوضع. يمكن والله على حسب ما ادري يعني هذه تقريبا. المهم نطلع من جو كود 8 شوي. بيكون تصوير مباشر باشرطه غير كود 8 واحتمال بعد كود 8 في اي طور. طبعا في تحدي، في تحدي سيرج، في تحدي مو فاين يعني. المهم بيكون تصوير مباشر. بس وش كنت بقول؟ خلص وضحنا. ما بنطول عليكم ولا بنثقل عليكم. وضحنا الجيم بلاي، وضحنا الناس اللي ترد. صراحة غفتنا والله. الله يستر حن الناس. من الجديد العلن اللي برد الحين. بس والشيء الأخير قلنا عن السلسلة الجديدة اللي بتكون إن شاء الله تكون خفيفة عليكم وتعجبكم بإذن الله زي السلاسل اللي قبل. وعيد وأقول أي سلسلة نسويها حنا مواب سلسلة تحديات سيرش رسمية والله ما فيها هياط. والله ما فيها هياط، ما فيها أي هياط. بالعكس نلعب الوناسة ونلعب الضحك. تبي ينزل على كلام اللي تبغى عادي ما بقولك. بديك أعطيك لايك وبقولك يعطيك العافية ما قصرت. بس عندك شيء تقول أنا متابع. بس خلاص أختم أبوي أنا خلاص تكلمت وادي. خلاص هذا كلام اليوم يا شباب. لا تنسوا مقطع باللايك وسبسكرايب وكومنت. كان معكم محمد أونمر مع ليدر كلان تيم تولد ونراكم ألف خير.